السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة علوم أميرة. وصفة اليوم عبارة على كورني بخبز تورتيلا مع كيفية تحضيره بحشوة اللي هي لذيذة واقتصادية. على بركة الله ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله ندوزوا المقادير. عندنا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، عندنا الماء دافي وعندنا الملح. ندوزوا الحضرو، غدا نوضعوا الدقيق الأبيض وغدا نزيدوا الملح وغدا نخلطوا الكل وغدا نزيدوا الماء وغدا نبقاو مستمرين حتى تجمع لينا العجينه. العجينه تكون شويه مطلوقه، ما تكونش قاسحه. صافي، غدا نبقى مستمره حتى تجمع لينا العجينه ديالنا. بعد ما جمعتها غدا ندلكها واحد 10 دقائق. بعد ما دلكتها حصلنا على عجينه كتكون لينه. دابا غدا نرش شويه ديال الدقيق الابيض وغدا نقسمها على جوج وغدا نشكلهم كويرات متساويه. بعد ما شكلتهم كويرات غدا نرشهم بالقليل من الدقيق وغدا نغطيهم بلاستيكه وغدا نخليهم يرتاحوا واحد 15 دقيقه. ناخذ كويره وغادي نرشوا القليل من الدقيق وغادي نبدا نطلقوها. بعد ما طلقت العجينه غادي نحصلوا على عجينه كتكون شفافه بالطريقه هذه، ونبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل. بعد ما كملنا دابا غادي ندوزو باش نطيبوه. نوضعها في مقلاه، البوطه تكون مهيله، غير تشد لينا من تحت ونقلبوها ونبقاو مستمرين بنفس الطريقه. غير كتشد وكنقلبوا، ما كنخليوهاش حتى كتحمر مزيان، غير كتكون شويه غير بحال كنصهدوها. انتم غادي تشوفوا كيفاش كنديروا لها، حيت ثاني خليناها وحمرت لينا مزيان ولا طابت لينا، غادي تولي تجينا مقرمشه وغادي تجي كلها كتفرتت. انا غادي نوريكم كي غادي نحصلوا عليها. شوفوا هي راه وجدات لينا. دابا غدا نقلبوها وغدا نكتفيو غير بهاد الطياب ديالها بحال هكا، كتجي مزيانه ملي كنخليوها. لا خليناها حتى كطيب ولا كتبدا كتقرمش وكتقساح، اما كتجيش كتفرتت. غدا نخليها نكتفي بهاد الطياب هذا. هذا هو تورتيلا الطياب ديالو. دابا غدا نبقى مستمره حتى نكمل جميع التورتيلات ونتلاقاو نوريكم كي حصلنا عليهم. بعد ما وجدتهم كيجيونا رطبين وما كيتهرسوش كما كتشوفوا. هي ملي كتوجدوهم كديروهم مباشره في بلاستيكه حيت داك الصهد كيرجع ليهم وكيبقاو رطبين. غادي ندوزو الحشوه اقتصادية جدا. عندنا خيزو محكوك، عندنا الجبن محكوك، عندنا جوج ديال الطون، الابزار والملح، وعندنا الذرة، وعندنا مرتديلا محكوكة، وعندنا مايونيز. قطعوا الخبز التورتيلا على جوج يكونوا متقايسين. ناخذ قطعة وغدا نبدا نلفها او نروليها حتى نشكلوها على شكل كورني بهذا الشكل. غدا ناخذ البيض، وضعت معاه قطرات من الخل، خدت غير صفر فقط، وغدا ندهن وغدا نبدا نلصقها. حنا كنلصقو وكنضغطو باطراف الاصابع مزيان حتى كنشوفوها لصقت لينا. صافي، غدا نبقى نضغط عليها حتى تلصق لينا وكنحصلو على هاد الشكل ديال الكورني بطريقه اللي هي سهله وبسيطه وواضحه. غدا نعملو وحده اخرى، غدا نشكلوها على كورني بهاد الطريقه، وغدا نبداو ندهنو باصفر ديال البيض وقطرات ديال الخل، وغدا نلصقوها مع بعضياتهم. حنا كنلصقو وكنضغطو باطراف الاصابع باش ما تحلش لينا. كتشوفو
حصلنا على شكل كورني بطريقه اللي هي جد بسيطه وسهله وواضحه. غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل. بعد ما كملت وضعتهم في صفيحه الفرن، غادي ندخلهم الفران. درجه الحراره ما تكونش مرتفعه باش ما يجوناش مقرمشين، ما خصهمش يكرموا. حضروا الحشوه، غادي نوضعوا خيزو، غادي نزيدوا عليه الذره الطون ومرتديلا، وغادي نزيدوا عليه الملح والابزار. نزيدوا المايونيز، نخلطوا الكل حتى يندمجوا لنا المكونات مع بعضياته. كتشوفوا غادي نبداو نعمروهم بعد ما خرجناهم من الفران. كما قلت لكم الفران لا بغينا نطيبوهم خصهم يبقاو رطبين، ما يجوناش مقرمشين، كيقساحوا وما غاديش يجوا مزيانين. كما كتشوفوا احنا عمرناهم، غادي ندوزو نزينوهم بالجبن محكوك او الفرماج محكوك بهذه الطريقه، وكنحصلوا على هذا الشكل. طريقه اللي كتجي لذيذه وسهله في التحضير، اقتصاديه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكورني، طريقه اللي هي جد بسيطه وسهله وسريعه في التحضير. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم فكره اليوم، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ما هو جديد، وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم واحبابكم. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.